كل الوردوش يا معلمة. ناموسيتك كحلي يا سي أبضايا. معلش يا معلمة، أصل أنا عينيا الاتنين ما سلموش على بعض ليلة امبارح. هو خيبتك بالليل خلت عينيك يخصموا بعض؟ وأنت يا رشدي؟ مبقاش المعلمة انشراح لو ما عرفش دبة النملة في الحتة بتاعتي. أنا استأذنتك يا معلمة إن أنا أغب على العيال دي. جرايه يا أبضايا، أنت هتعملهم عليا ولا إيه؟ أنت استأذنتني تأدبه لو اتلومد، استأذنتني تقصله لسانه لو طوله عليك، بس ما استأذنتنيش في حربي وفي الطار اللي بينك وبين أمه. ولولا ستر ربنا والواد زغ منك بقدرة قادر كنت زمانك جبتلي اللبش كله في المنطقة. بقولك يا معلمة، العيال دول شوية عيال مالهمش لازمة، هت يعني. أنا اللي بقولك يا أبضايا، لو ما بطلتش الغشومية والغباوة بتاعتك دي أنا أجيب راجل تاني يا حبيبي يراعي مصالحي ويحميني وياخد باله مني. انت بقى مثل فيلم الجبار المنتقم مع نفسك، روح خطرك مع نفسك. انا ما صدقت ظبطت المنطقه وسنتكتها، تيجي انت تعملي فيها قلق وتنطيط؟ ايه القرف ده؟ كاشح يا معلم. ابعت حد من العيال ينضف لي العربيه ويروقها عشان عايزين نوصل مشوار كده لغايه رشوان بيه، نشوف المصلحه بقى مش التنطيط. بقول لك يا معلم، هو رشوان بيه ما اتصلش ولا ايه؟ انت هتقعد تسيرني ولا ايه؟ ماشيه معاك في النادي انا؟ ابعت اجيب غدا يا ولا؟ ما تقوم تفاز تشوف الشغل. ولا مش عايزين وجع دماغ، اخلع عاد انت وهو من هنا. احنا جايين للمعلمه انشراح. المعلمه انشراح دي بتلعب معاك ولا ايه؟ ما توسع عاد من سكتنا، لا العب في عينك الباقي اختيار. شفت يا معلمه؟ العيال دي عيارها فلت. هم داخلين علينا عايزين يتعاركوا ويجروا شكلنا. استنى يا بضايا. استنى يا معلمه، استنى لغايه ما تهجموا علينا وتضربونا. ما يصحش يا معلمه. استنى يا كوتش، في ايه؟ ده الواد زين ولاد حرب يا معلمة، عايزين يدخلوا بالعافية. احنا واقعين في عرضك يا معلمة انشراح. تعال يا حرب تعال. الإذن يا أبو الشعوب. غلط غلط اللي بتعمليه ده يا معلمة، أكبر غلط. صباح القشطة على أحلى معلمة فيك يا مصر. السجن عدلك لسانك وعلمك القلباندة يا حرب. كله من فضلك خيرك يا معلمة. ما تبطل سنتحة يا واد. جرايه زين، كل شويه جايين لي بتوأم ولا ايه؟ ما تولعش نار يا معلم أبضايا، خليك محضر خير. احنا جايين عايزين المعلمه بكلمتين وهنمشي طوال. المعلمه ما عندهاش وقت اضافي تضيعه مع الشلحفات اللي زيكم. جرايه يا معلمه، ما تخلي المعلم أبضايا يخف عندنا شويه، احنا عيال غلابه ومش حمل. عايز ايه يا حبيبي؟ قصر. عايز اقول يا معلمه ان احنا كلنا هنا رجالتك، بنلقط رزقنا وبنخدمك بعينينا، والحته كلها عايشه من خيرك. يا معلمة معلمين الحتة وست ستات البلد. بس أنا سمعت إنك من ساعة ما طلعت من السجن وأنت عامل لبش. أنا يا معلمة؟ أنا عامل لبش؟ ده أنا خارج من السجن وحالف معتبه تاني، وكل اللي أنا عايزه إن آكل لقمة عيش وأمشي جنب الحيط. بس نعمل إيه بقى في اللي مش عايز يسيبنا في حالنا؟ تقصد مين يا زين؟ تقصد مين يالا؟ والله يا أخويا اللي على راسه بطحة يحسس عليها. ولا تيو أنت اللي جيب سيرتي على لسانه أطحوله. شايفة يا معلمة؟ شايفه عمال يقول شكل للبيع اهو. بقول لك ايه، افرد الشراع وقدف لحد العربيه وخلي بالك لا تغرق. يلا يا بضاي، ما قلنا بلاش الهداوه. معلش يا معلمه، معلم أبضايا بس اصل دمه حامي حبتين وحمق شويه، لكن الراجل برضه معذور. اللي حصل مني زمان لازم يخليه زعلان مني. حقه يا معلمه حقه، بس ده خنت الشباب يا معلم، وانا خدت جزائي 5 سنين في السجن شفت فيهم الويل، بس كنت استاهلهم. اه والله العظيم كنت استاهلهم، لان في يوم من الايام اتجرأت ومديت ايدي دي اللي تستاهل قطعها على معلمي وطاج راسي المعلم أبضايا، اشرف بلطجي فيك يا مصر. وانا قدامك اهو بطلب منك العفو والمغفره يا معلم. سامح بقى. كنافه، انت بتاكلني كنافه وبتهشتك الشيطان اللي جوايا وعايز تنيمه نونه. انا يا معلم انا عايز انيمه نونه؟ استغفر الله العظيم يا معلم، ده انا بكلمك من قلبي يا معلم، ده انت كبرنا وانا قدامك اهو جاي لك لحد عندك برجليا. وحاجه من اتنين، يا تسامحني وعفو الله عما سلف، يا تعمل فيا اللي انت عايزه وانا هتقبل بنفس ردي. ولو مش مصدقني ادي راسك هيك. خلاص بقى يا بضاي، الراجل جه حب على راسك وبس راسك واستسمحك، والمسامح كريم. احنا ولاد النهارده يا رجاله، واللي فات مات. اللي تشوفيها برنسيسة، خلاص الشيطان اللي جواها ينام ويشد اللحام.
انا شايفه مبطل قلق عشان المصلحه ما بتحبش القلق. واحنا برضو رجالتك يا معلمه ورقبتنا فداك. ايه يا حربي، هترجع تشتغل معانا زي زمان ولا مالكش مزاج؟ دمونا عيني يا معلمه والله. خلاص ننسى اللي حصل بقى ونكبر دماغنا. مش مهم احنا اللي ننسى يا معلمه، المهم المعلم قبضايا هو اللي ينسى. ما بلاش رغي بقى، ما قلنا الموضوع خلص خلاص. امرك يا معلمه. من بكره تنزلوا الشغل بس اخر النهار ترجعوا لنا بحاجه عدله. ولا ايه يا حربي؟ ايه ايه يا معلمه، هو في بعد قولك قول؟ اهم حاجه بس ان المعلم قبضايا يرضى علينا، ده برضو كبير الحته واحنا ما نقدرش على زعنا. يا بارك. يا دنيا فينك يا دنيا، وحشاني فينك من زمان. انا موجوده يا اخويا اهو الحمد لله كويس. بقول لك ايه، ما شفتش حربي؟ لا حربي راح مشواره لسه ما جاش. مشوار؟ طب بقول لك ايه، لما يجي قول له يحصلني على الخن بتاع زمان. اوعى تنسى يا بارك. لا لا الخن لا حمد، انا اول ما يوصل هقول له على طول. ماشي ماشي. سلام سلام. خن احلى حاجه الخن ده. سلمها لله واعمل ايه. السلام عليكم. صباح الخير يابا. هو انت جرى ايه يابا؟ ما وحشتكش ولا ايه؟ ايه اللي فكرك بينا؟ انت دايما على بالي يابا، بس انا اللي كل ما اجي اشوفك ما بتدينيش ريق حلو. ولا ما انت عارفه كده، ايه اللي بيجيبك؟ جرى ايه يابا؟ هو عيب يعني ناجي اشقر عليك؟ لا والله فيك الخير. ماشي خد دول يابا، خليهم معاك. ايه دول؟ فلوس تفك بيها زنق. خد فلوسك الوسخه دي وامشي من هنا. وسبق قلت لك كده قبل المره 20. بقول لك ايه، انت لا بنتي ولا انا اعرفك، وانا متبري منك ليهم الدين، واحمدي ربنا ان انا كبرت وتهديت. انا لو بعبيتي يابا. بقى كفايه بقى مكبره بقى، حرام عليك، ده انا بنتك من لحمك ودمك، وهفضل بنتك كمان لحد ما اموت، عجبك او ما عجبكش. خد الفلوس دي يابا، خليها معاك هتفك زنقه. الدنيا بقت غلا اول يومين دول يابا، وانت كبرت خلاص ما بقتش قد الشغلانه دهيا، حقيقتك بقى تبطلها. امشي امشي. حاضر همشي، هبقى اجي اشقر عليك بعد كده. سلام. يا رب ليك يا رب. صدق لا ده انا صدقت كل حرف قلته انت بتثبت قبضايا. ان كان لك عند الكلب حاجه اقول له ايه؟ قول له يا معلم. واحنا هنعمل ايه النهارده؟ النهارده هنريح، وبكره من نجمه هننزل الشغل نلم الخرده اللي في السوق كله ونعلم نقطه على قبضايا. يا ابني يا حربي، ده انت دماغك بقت سم ياض. طب ايه؟ سبع ولا طبع؟ سبع طبعا يا عمنا، ده احنا معانا الكوماندا بحاله. الحمد لله. على فكره حربي، عارف مين جه النهارده سال عليك؟ مين؟ البت دنيا، بس حلاوه قوي حربي. وبتقول لك انها مستنياك في الخن. والله؟ طب بالاذن انا خمسه بقى. طبعا طبعا يا سيدي، بنلاقي احبابه. روى نفسك قوي. ولا كيمو، كوبايه شاي وحجر معسل ياض. زين انا اروح اتفرج.